إن شاء الله راح نتكلم عن القرحة المعدة وقرحة الاثنى عشر. طبعا تقع المعدة في الزاوية اليسرى من أعلى البطن تحت القفص الصدري مباشرة، وهي عبارة عن كيس عضلي مجوف ويليها الاثنى عشر، وهو أول جزء من الأمعاء الدقيقة. ويتكون سطح باطنة الأمعاء من طبقة مخاطية تعمل على حماية أنسجة البطانة من يعني حمض المعدة وانزيمات الهضم. وأي التهابات ننصحكم باستشارة الطبيب عند يعني وصول الطعام إلى منطقة الالتهاب والإحساس بها. أيضا يجب استشارة الطبيب والفحص عن طريق المنظار إذا كان مثلا موجود ورم مثلا أو أحد الالتهابات في المنطقة. أيضا عند وصول الطعام إلى المعدة من المريء تسترخي العضلات الممتدة في أعلى المعدة للسماح لها بالدخول. وأيضا تؤدي المعدة وظيفتين أساسيتين. من المهم فهم هذه الوظائف لكي يتم معرفة يعني طرق الوقاية من هذه الأمراض. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.